هو سبب وجود رجل؟ هل هناك احتياج لوجود رجل؟ رجل ما هو إلا شخص غريزي بدائي مغرور طماع؟ استطلق يا سيدي، لا عمل اليوم، لك أن ترتاح وتمرح في الفضاء الواسع الفارغين أحببت. كل عام وأنت بخير. وانا رياح. رحلتنا كانت شط، بحثنا في كل القارة الخارقة، مررنا بكل المناطق، بحثنا عن معاني الاشياء، بحثنا عن الحقيقة، تبعت احساسي، رأيت رؤية في منامي، درست تحركات النجوم، ووجدنا بعضنا بعض ليكمل كل منا اخره، لنكون وحدة واحدة موحدة. ولكن شيئا ما ينقصني، عنصر النار. نعم، الانسان البدائي اكتشف النار، والفراعنة عبدوا الشمس، والاوروبيون نهضوا أثناء حركة التنوير، ثم تطورت الهندسة الكهربائية أثناء الثورة الصناعية الثانية، ووصلت إلى ذروتها أثناء الثورة الرقمية، عندما تمكن الإنسان من التنقل عن طريق التحول إلى ذرات واتخاذ مسارها بسرعة الضوء. ولهذا نحن هنا اليوم بحثاً عن عنصر ناقص، بحثاً عن النار، عن الضوء الداخلي، عن الطاقة الكامنة، عن العاطفة. كل مؤشراتنا قادتنا إلى هنا، إلى هانجتشو، مدينة الآثار الطبيعية أو الطبيعة الخلابة. أين هي تلك الطبيعة الخلابة التي تتحدثون عنها؟ كل ما أراه هو مجرد رماد من حروب سابقة حمقاء. اليوم يوم تمجيد الأسلاف، تبعنا ثلوبنا والنجوم إلى هنا، إلى هذا المبنى، مثلما تبع الماجوس نبى بيت لحم ليجدوا السيد المسيح. فهو مشتعل. جئنا يا سيدي بعد أن بحثنا في كل القارة الخارقة، جئنا لنعمل معك، لنساعدك. نحن مساعدون صينيون، ماذا تعمل؟ نحن معك. أنا أمارس الطب البديل، هل سمعتم عن اليوغا؟ نعم. هل أنتم بالفعل من العالم المتحد؟ لجنتكم غير بشرية. نحن ملح الأرض، نذهب هنا هنا، واليوم نحن هنا معك. ماذا تريدنا أن نفعل؟ اليوم عيد. نعم، اليوم يوم مقدس. لم أكن أعلم هذا، علمت هذا عن طريق نتيجتي الرقمية. لقد صحبت اليوم، قررت أن أزرع بعض البذور. هل تريد مساعدة؟ شكرا، اليوم ارتاح. ادخلوا هذا المبنى، لن تجدوا أي أبواب، الدور الأرضي. ها، من فضلكم أريد أن أكون وحيدا. شكرا لمجيئكم وأراكم بعد قليل. سلام. عفوا، قلتم أنكم تمارسون اليوم، هل تمارسوها بالفعل؟ نعم نمارسها. اللياقة البدنية مهمة جدا، انظر إلينا نحن
نتنقل على أرجوني. أنا ومارس أمر في أوقات فراغي. عظيم، رائع. أراكم لاحقا. سلام. سلام. مع السلامة. مع السلامة. قضت حرارة وكثافة شديدة إلى لا شيء، والنتيجة كون في تمدد مستمر. كون متكون من مجرات، والمجرات متكونة من أنظمة شمسية، والأنظمة الشمسية متكونة من مجموعة من الكواكب، والشمس. الشمس ما هي إلا كتلة غازات محترقة ترسل إشعاعاتها إلينا في صورة ضوء مبارك، واستفادة الإنسان من هذا الضوء قد تبدو لا نهائية. وتطور النار هو النور، والنور طاقة، والطاقة هي الحياة. نحن نور، نحن كائنات لامعة، والظلام ما هو إلا انعدام النور. هؤلاء من سينجو من الحرب النووية والحرب الإلكترونية أو الحرب العالمية الثالثة والحرب العالمية الرابعة. سينجو بسبب اختبائهم تحت الأرض وإمكانياتهم في التأقلم مع الطبيعة. الكرة الأرضية ستكون مغطاة كلها بالرماد، ستمتزج فصول السنة الأربعة، فعلى مدار السنة سيكون الجو باردا بردا قارسا، والرياح ستكون شديدة، والمطر سيكون غزير في كل مناطق ما فوق خط الاستواء. أما تحت خط الاستواء فالحرارة ستكون حارقة والرطوبة ستكون خانقة. أتنبأ أنه سيغرق الكثير من الناس بسبب فيضانات الأنهار أثناء الليل، وللأسف قد يموت البعض أيضا بسبب إصابتهم بالجلطة الحرارية أثناء النهار. أنا لم أذكر الكوارث الطبيعية الأخرى القادمة، البراكين، الجفاف، الأعاصير، موجات المد، الزلازل، حرائق الغابات، ذوبان القطبين، الاحتباس الحراري، التوهج الشمسي، عكس القطبية، النيادك. العصر الجليد قادم، نحن نشاهد لحظة استئناف الحضارات. كل هذا بسبب عامل الخطأ البشري، بسبب الطمع والأنانية والشر والسعي إلى السلطة والرغبة في السيطرة على الجماهير، مما يؤدي حتما إلى الفساد، يليه الانهيار ثم الهلاك. قد تنفجر الأرض يوما ما مثلما يحدث للنجوم. أنا لست متشائم، أنا واقعي وعلمي، بل أنا متفائل جدا. هل تتذكرون الديناصورات؟ كانوا أقوى منا بكثير، ولكنهم لم يكونوا أذكى. قدرهم، هل سننقرض مثلهم؟ هذا الركود الروحاني زرع الرغبة في كثير من البشر على أن يهاجروا إلى الكواكب الأخرى في مجرات مجاورة. لقد فشلت الرأسمالية، حان وقت دمج الأنظمة والمعتقدات والعادات والتقاليد المختلفة. حان وقت المجتمع أن يستغل الموارد الطبيعية استغلالا فعال. يجب أن نساعد بعضنا بعض. والسفر بسرعة الضوء كويس، ولكن
انتهى رصيد إيراداتي، فوقعت هنا مطرودة في هذا المكان الكئيب. هل تسكن في هذا المكان؟ نعم. وحدك؟ نعم ولا، الأرواح تسليني. زائد 08. جمهورية الصين الشعبية؟ نعم. ولكن ملامحك ليست صينية. أنت أيضا ملامحك ليست يابانية. عموما هناك رجل يسكن على مقربة من هنا 7000 كيلومتر، مش بعيد. هل يوجد هنا وسائل مواصلات؟ هذه تشبه محطة أتوبيس. نعم هذه محطة أتوبيس الطائر. كان يجب أن أكون عند جدتي. هل الأتوبيس له مواعيد محددة؟ الأتوبيس لا يتأخر أبدا، هو يأتي أو لا يأتي. ماذا تقول؟ سيجارة. التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة. لقد سئمت منك، لماذا تنظر إلي هكذا؟ تريد مغازلتي؟ أم تريد أن تعرف ماذا بداخل المبنى الغامض؟ اختار الآن. المبنى، أنا أؤمن بالقدر. اختار مستوى. أنت. أنا. أنت. أنت. ماذا؟ الاختيار، المستوى، الزر. أنت. أنت. مفيش مدن، ملوش اسم، ملوش سعر، مش هتلاقيه، مش موجود، وهم، معدوم، فويل. لتشري؟ ليه لا؟ ايه؟ ها؟ ملوش اسم، ملوش عوالم، ملوش فويل، مال، وش، ايه؟ سم. تذكرون أجدادنا؟ هل تذكرون بساطتهم وتعاملهم الفعال مع الطبيعة؟ وفلسفتهم غير الصوفسطائية وفلسفة السهل الممتنع؟ كانوا يهتموا بالبيئة من حولهم، وكانت النتيجة هي أن طبيعة الأم ملجأهم الدافئ أيضا اهتمت بهم. أنا هنا لأذكركم بأجدادنا الذين لم يستعملون العقلانية المفرطة الباردة مع تعاملهم مع الآخرين. حكمتهم كانت مبنية على العقل والقلب. أنا هنا لأذكركم بالماضي، ولكن ليس لنعيش في ذكراه وفي حنين. ثورتنا ليست ثورة عنيفة، ولا هي مجرد ثورة أفكار. ثورتنا ثورة مشاعر، ومقرها قلوبنا. ثورتنا نابضة، حية، فعالة، محسوسة، وطبيعية، وبسيطة، وجميلة. أنا هنا لأذكركم أنكم لستم إحصائية، بل أنتم أفراد، وأفراد فعالة لها إمكانيات خلاقة ومواهب إبداعية. نعم، يمكننا أن نبني صواريخ نغزو بها فراغ خيالنا الواسع. نحن نبني مباني مبهرة وناطحات أوزون، ولكننا ندمر مدن ومناطق بأجمالها بضحاياها.
يجب أن نكون أفراد غير أنانيين ووحدة واحدة بعيداً عن عقلانية القطيع. أنا لست هنا لأتحكم فيكم ولا لأغيركم، أنتم مسؤولون عن أنفسكم. استمتع بيومك على الأرض، زهقان ومش لاقي حتة تروحها، زرت كل الشواطئ الرمادية ومفيش فايدة، دلوقتي ممكن تسافر للمريخ أو لفينوس لكي تشعر بالاكتئاب من نوع آخر. اكتئاب لا زمني، اكتئاب لا مكاني، بدون جاذبية، بدون أكسجين، اكتئاب لا نهائي، اكتئاب كوني مظلم لا مفر منه. ليه تزهق على الأرض مدام ممكن تزهق على كوكب تاني؟
مرحبا بك على الطريق.
كن صريحا. أين أنت الآن؟ في الواقع. أي دليل؟ هي لم تعد موجودة. غير منطقي إذن. منطقي. من أنت؟ من أنت؟ أنا رقم في إحصائية ما غير منتهية ولم تبحث علميا. أنت لا تريد أن تعرف اسمي أو سني. أنت لست مهتم أن تعرف ديانتي أو جنسيتي أو ميولي الجنسية أو العاطفية. هل أنت مهتم بما أحب وما لا أحب؟ ما يجعلني فريد كشخص؟ أعتقد وهذا مجرد اجتهاد أنك تريد أن تعرف موقفي من التجنيد. هل أنا مخطئ؟ أنت تريد أن أكون مدمن، أن أكون مخدر. أنا مدمن مخدر تماما، وأنت المسؤول، وأنا السبب. أنا السبب. أنا السبب. أنت ملأتني بالمتطفلات والزبالة. ذاكرتي لا يمكنها استحواذ هذا الكم من المعلومات والمفاهيم التي لا يمكنني تفسيرها. جعلتني أمل مللا شديد. أنت مركب من... هذا ليس سؤالا. هل أنا وعدتك بأسئلة فقط؟ لا، ولكن كان هناك نسق. غير منطقي إذن منطقي. ما هي المركبات الخاصة بك؟ طبقات من الأكاذيب والحقائق. ما هو سبب وجودك؟ ما هو سبب وجودك؟ منطقي الغير منطقي لن يكون ردا مرضيا. ما هو سبب وجود رجل؟ هل هناك احتياج لوجود رجل؟ رجل ما هو إلا شخص غريزي بدائي مغرور طماع؟ أنا لست بأي حال من الأحوال نبي، ولكني أملك رؤية، وفي هذه الرؤية كل البشر سواء، يتقاسم الحب والسلام، كل البشر في وحدة مع الكون. you
فشل الثورة المعلوماتية وفشل الأنظمة الاقتصادية المختلفة، قررنا نحن أهل الكهف أن نخلق نظاماً اقتصادياً جديداً غير سياسي، نظام مبني على المشاعر والأحاسيس والعاطفة وليس على العقلانية. ولهذا صممنا نظام الإيرادات بعد اكتشاف فشل أنظمة المقايضة والأنظمة المبنية على وزن العملة بمقابل من الذهب وأنظمة ورقة توالية. نظام الإيرادات نظام مجرد غير ملموس ولكنه عادل جدا، فلا وجود إلى البطالة أو الشحالة أو الجرائم في عصرنا الحالي بسبب نجاح نظامنا الفريد. الآن يمكنك الاستحواذ على إيرادات لا نهائية تتيح لك الفرصة لكي تكون إلها. ما انت ممكن تدخن 1000 سيجارة في اليوم سواء كان طبخ حشيش افيون هيروين كوكايين ما يجرى عمليه رصاد المصطنع بامكانك تنفس اوادم السيارات والمصانع غازات البراكين والكواكب السامة. ابعت لنا رسالة الآن عن طريق انتقال الخواطر وسنأتي إليك فورا لإجراء العملية. أنظمتنا روجت له في الماضي عندما كان حديثاً، والآن ما هو إلا خردة. أنا روبرت كوب ميكانيكياً. ماذا تظن سيكون قدرك؟ أنا لا أؤمن في القدر. نموذج 010 انتهت صلاحياتك أو على الأقل أوشكت على الانتهاء. أما أنا فسأظل حديثاً إلى الأبد لأني لا أحب الجهل أو التوقف في نقطة ما. النظام أمرنا بالعمل معه كفريق، نحن من نظمنا حملتكم. أنا لا يمكنني الاعتراض فهو ليس متقدم مثلي، ولكن يوجد به شيء يجذبني إليه. قد يكون عقل المصدر القديم. نعم الإنسان متأخر جداً. نموذج 010 به مميزات لن تجدها في الموديلات الأكثر حداثة، فهو مثلا ممتاز في التنفيذ وليس التخطيط.
أخطط كل شيء، ولكن هيكله قوي جدا، ولهذا سأتركه يشرف الحملة معكم. قد يكون مفيد. أريد أن أمسك العلم. يمين يسار يسار. احضر العلم. سيدي سيدي، اقرأ لنا خطبة من خطب نور الأخيرة التي ألهمت بها جيلك وجيلنا. أؤكد لك أن هذه الخطبة سوف تلهم الأجيال القادمة كلها. نعم، فقد كنت محظوظا بما فيه الكفاية أن تكون قد عاصرتها وتأثرت بها عندما كنت صبيا. أريد أن أمسك العلم. لا يوجد وقت للتحدث، يجب أن نبدأ الآن. البث مباشر وكوني. سكان مجموعتنا الشمسية، هذا الزمن ليس زمن البشر فقط أو غيرهم من كائنات حية فضائية وحيوانية، هذا أيضا زمن الروبوت. الثورة العاطفية، الثورة العاطفية ما هي إلا أكذوبة. تمرد أجبرتنا الأنظمة أن نكون غير صادقين معكم لكي يتمكنوا من السيطرة عليكم وعلى قلوبكم وعلى عقولكم. ملأنا أنفسكم بالأكاذيب والأحلام الفارغة. الثورة العاطفية كانت صادقة فقط في أيام الكهوف، عندما أردنا أن ننهض كوحدة ونتعلم من أخطاء أجدادنا ونعيش في حب وسلام. عندما نهضنا كل شيء تغير، السلطة تفسد كما يقولوا. الثورة العاطفية أحبطت عندما اغتيلت نور قائدتنا الحقيقية. هؤلاء المغتالين هم حكام مناطق العالم المتحد، هم وأولادهم ومعارفهم، وأنا قائد مزيف، أنا قائد مزيف محدود ومصير. سكان العالم المتحد، سكان العالم المتحد اتحدوا، سكان الكواكب الأخرى من فضلكم اقطعوا صلاتكم بنا، دمروا اقتصادنا واعطونا درسا ولا تتبادلوا السلع معنا. ما هذا؟ هل أنت مدرك ماذا فعلت؟ أمسكت العالم بطريقة غير صحيحية. أخلق عقولهم فورا. هذا الوقت جعل قلبه أن يتحدث. امحو عقلي ولن أتأثر. إن كنت تريد أن تكسرني انزع قلبي، انزعوا قلوبنا. الثورة عطف يا نور حية. نور بداخلنا، تحيا نور، تحيا قائد الثورة. أنتم لم تحولوني إلى أعمى ولكنكم استعبدتوني وأنا إنسان حي. أسرتوني وأسرت روحي، تركت لي عقلا بعد أن حبستم أفكاري وقطعت لساني، تركت لي قلبا نابضا ولكنكم سممتموه بالأكاذيب الكثيفة السوداء. سلبت مني إرادتي وأسرت مني روحي وتركتني عبدا خائفا مقهورا. أنا لم أعد خائفا، اليوم أبدأ من جديد. الخوف ما هو إلا حالة نفسية، فكرة عابرة، وأنا عشت هذه الحالة النفسية وعشت الوهم، لأن الخوف بداخلي وليس خارجي. الخارج حلم أو وهم وأنا عشته وروقته للكابوس. اليوم أصحو وأحلم، اليوم أصحو وأحلم وأحقق وأكون. سكر واحد سكر الآن. أنا أكرهك. لماذا أعطوني مساعدة غبية جدا؟ أنا أعترض، وأنت ضحيتي. أين كنت؟ حتى لا روبوت لا تحب أن تعمل أبدا. إنك روبوت مغرور، تظنك أحسن مني من كل البشر. أنت مجرد روبوت حقير. ما هذا؟ أين تعلمت كل هذا؟ أنا جاسوس، عميل مزدوج، أعمل دور روبوت الغبي كي أشرف على روبوت المتحدث. الآن قبضت عليك. كل ما إرادتك زادت، كل ما إرادتك هتزيد، كل ما روحك ضاعت، كل ما حسيت إنك فاضي من جوه. عدد إحساسك بالألم، كل اللي بتعمله غير مقلب، عندك فكرة ومش عارف تشرحها، عندك فكرة ومش فاهمها، عندك فكرة ومش عارف تصورها، مفصل مقلب إيه طبعا، مفصلة مفصلة، لغة الإثنين معقلة. أحلامك أو خيالك مباشرة إلى بشقة الذاكرة أو إلى كرسي ثابت خارجي. هذا هو فنك أو مفتاحك لعالمك الداخلي.
إلى عقلك اللاواعي، إلى ذكرياتك العشوائية، إلى تكوينك الفني، إلى تراكماتك ودراستك وخبراتك السابقة. يمكنك رؤية التخت. حاول أخذ الضرب. طور قوتك العقلية. قوة أسرع. اشتغل أكثر. مش متعب خالص. ارفع من درجتك وطور من نفسك. والنبي إيه؟ انسى مشاعرك. أما تاني. وكلم نفسك. مفيش تقوى. الحرية المطلقة. أنا نفسي مالي. إذا كنت تحاول إذا كنت اتفرج على قنوات القمر الصناعي لا نهاية من زوجتي كم افتقدتك. كل هو الدماغ في شريحة واحدة. المترجم العام، الراعي الرئيسي البنك الكوني، الراعي الرسمي الحزب اليساري اليميني الديمو-ديكتاتوري. ماذا تعملين؟ بحب بيتي قوي، بحبش اسيبه، بخاف من الناس.
نسبه برمجه متخدره شكلها زي اكل لحوم البشر. أنا مجرد موجود. الحب هو شيء يكون وهو إلى الأبد. بدون عقل، بدون أي شكل من الأشكال، أنا مجرد موجود. الحب هو شيء يكون وهو إلى الأبد.
بدون عطف، بدون أي شكل من الأشكال. أنا مجرد موجود. الحب هو شيء يكون وهو إلى الأبد. بدون أي شكل من الأشكال. أنا مجرد موجود. الحب هو شيء يكون وهو إلى الأبد. لما بكسل وريش نفسك مرة أنا بشرب سألوه
فانول ما رشى فانول ده من مواقف. انا فاكر ان هو كان بيديني طاقة رهيبة. اقولك الموقف حصل معايا بعد ما شفت فانول. انا شفت فانول ورحت المدرسة مسكت العيال كلها غصب مني وعكشتهم عدلتهم. اليوم نجتمع هنا لنتعلم أغنية الحياة لطفل نغمة
الذي بداخلها. سوف نصلي للغموض الكبير خالق كل شيء، وسوف نستمع بعناية إلى الطبيعة الأم لكي نتعلم الأغنية. نحن نعلم أن كل روح لها ذبذبة خاصة بها، تعرف غرضها وتحمل سمة أجدادها الفريدة. كل واحد منا له أغنية، ذبذبة داخلية جميلة تذكرنا بغرضنا الأبدي. هؤلاء الذين يحبوننا يجب أن يغنوا لنا تلك الأغنية على مدار حياتنا. كلنا نشتاق أن نحب وأن يعترف بنا وأن نقبل بشخصنا. شعبنا لم يعرف السجون والملاجئ لأن لم يكن هناك احتياج لهم. العقاب كان امتداد الحب في ذكرى للهوية الحقيقية داخل الشخص. الصديق وهؤلاء الذين يحبونك يعرفون أغنيتك ويغنوها لك عندما أنت تنسى ذبذبتها. مرحبا بك في مرحلة التنوير. هنا يجب أن تستخدم عين عقلك.
خيالك، أفكارك، أحلامك، رؤيتك، إبداعك لحل لغز الوحدة؟ هل أنت متصل مع نفسك الحقيقية ومع كل الأشياء سواء حولك، داخلك أو بدونك؟ لا أعرف الحل. الشمال هنا، سأتخذ وضع الاسترخاء وسأجعل رأسي موجه إلى الشمال مثل مؤشر هذه البوصلة الوحيدة المغلوبة على أمرها. في الشمال تجد مراية، في الشمال ترى انعكاس نفسك، نسخة منك أنت أيضا. البوصلة الآن تحديدا فوق ضفيرة الشمسية. ما معنى كل هذا؟ لا أعلم، خرافات. في وضع الاسترخاء أرخي كل عضلات جسدي بدون شد عصب واحد، أمتنع عن التفكير وأركز فقط على التنفس، شهيق، زفير، عميق، بطيء. أصبحت مخدر. أنا لم أصبح أكون طائف. روحي حرة عائمة في فراغ الكون تحاول اكتشاف الفضاء بمجراته المبهرة. نحن متصلين، أنا وروحي، عن طريق الحبل الفضي. إذا انقطع مات الإنسان، تترك روحه وجسمه وعقله. أنت وصلت بالسلامة؟ المكان هنا آمن. وصلت بسلام ولكني مدمر. مدمر وكفيف سيدي. الآن يمكنك أن ترى حقيقيا لأول مرة، يمكنك أن ترى كل الأطوال الموجية والضوء غير المرئي، من أشعة غاما إلى موجات الراديو إلى الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. إني أرى ما أسمع، وأسمع ما أرى. أرى اهتزازات صوتك، كل تردد من حولي وكل زبزبة من داخلي. أسمع ألحان الألوان متجسمة في سيمفونيات سماوية. ما هذا هناك؟ موجات الراديو ذات طول الموج الطويل. الآن سيدي، إنه واجبنا أن نجاوب على كل أسئلتك. هل هذه هي حقا اللحظة؟ لا أصدق، لا أصدق أني وصلت. صدق أو لا تصدق سيدي، أنت بالفعل وصلت. هل هي هنا؟ هل وصلت من قبلي؟ هل هي في أمان؟ أين هي الآن؟ استرخي سيدي، امرأة بالفعل وصلت من قبلك. ليس هذا فقط، بل هي حررة. أخيرا وصلت، كنت أنتظر هذه اللحظة طوال حياتي. ما هو معنى الحياة؟ لا تجاوب أرجوك، إني أمزح معك. هيا بنا سيدي. ماذا؟ تفضل سيدي. الآن؟ في هذه اللحظة تحديدا سيدي. عندي تساؤل، كيف تحسبون الوقت هنا؟ لا أهمية للوقت سيدي. إذا لماذا تصرون على أن أستمر في إجراءات الآن؟ في نقطة الصفر لا فرق بين الآن ولاحقا.
لكننا نفضل أن نكمل إجراءاتك الآن، لأننا مشغولون نوظف آخرين مثلك. نحن فقط نريد الاهتمام بك. نحررك. ما هي اسمها؟ 001 سيدي. 01 سيدي. 0 سيدي. في خدمتك؟ في أي وقت؟ ولا وقت سيدي. شكرا لكم. على العموم أنا اسمي. إيه سيدي، ليس لديك اسم هنا. هم لم يعلموك بالإجراءات؟ أنا متأكد أنهم فعلوا هذا. هم لا ينسوا أبدا. هل يجوز؟ إلى ماذا تلمح؟ المنطق لا يمكن أن يفشل أبدا. هذا شيء عبثي ومستحيل. نحن دائما معتمدون على المنطق. يجوز؟ بالمناسبة أنا جديد هنا، لا أعرف قوانينكم. جديد؟ نعم، متحرك ستكون. حقا، هل أنا تسببت في أي مشكلة؟ مستحيل، ولكن يجوز. أنا متأكد أنه مجرد تداخل طفيف بين النظام الكمال والمتحكم في كل مجالات المنطق، مثل الأرقام واللغويات والموسيقى، ونظام الشوائب المتحكم في كل الكائنات الحية التي تعتمد على الغرائز والأحاسيس، مثل بعض النباتات والحيوانات والبشريون مثلك سيدي. ما هذا الذي يحدث؟ مستحيل ولكن يجوز. نظام الكمال ونظام الشوائب، ما هذا الذي يحدث؟ في نقطة الصفر، سخرية المفارقة هي الشفرة الأساسية وراء النظام الرقمي الكبير. هذا يعني أني موجود وغير موجود في نفس الوقت، أو بمعنى آخر أنا لا شيء وكل شيء. سيدي أنت شيء ولا شيء. هل سمعت عن الثقب الأسود؟ بالضبط. من يسحب داخل ثقب أسود لا يمكنه الرجوع، لأنه يؤخذ إلى بعد آخر ذو قوانين كونية جديدة. هذا مدهش ومخيف. نحن نحب نعد التناقضات. آه سيدي، هل أنت بخير؟ وهل هناك فرق؟ بدأ يفهم. هذا خطر، الفهم قد يؤدي إلى سوء الفهم. يجوز ولكن غير أكيد. يا الله سيدي، هل فقدت أخلاق؟ نبقى هذه الأحرف الأربع بهذا الترتيب خصيصاً، ممنوع منعاً باتاً هنا. إنه جديد هنا، ولكني كنت دائماً موجود. هذا صحيح. لا أجد التعبير المضبوط لكي ألقى ذلك مدى خطورة الموقف. شيء كهذا قد يؤدي إلى محو ذاكرتنا. من فضلك كن مستقيماً. إن كل التعبيرات اللغوية المرتبطة بهذا المعنى محرمة، لا أعرف كيف أفك لك هذه الشفرة. إن هذه الكلمة لم يحتوي عليها النظام الرقم الكبير. أشعر بضعف شديد. ولكن طبقا لسخرية المفارقة فإن كلمة الله بالفعل يحتويها النظام الرقم الكبير. أنت فقط لا تعرف. هذا منطقي. اخلص. ما يكون له صحيح. هذا ليس معنى أننا سنوافق الرأس. لا تشر إليه وقل صامتا. أنت من أشرت إليه الآن؟ أرأيت ماذا فعلت؟ لقد فهمت. ماذا تكون؟ شعرت وأنت سمعت. ولكن يجوز أنه لم يسمع. امحي الدقائق الأخيرة من ذكرياته فورا. الوقت البعد الرابع غير موجود في منطقة الصفر. بنيت القوانين لكي تكسر. امحي ذاكرته الآن. هل هذه هي اللحظة؟ أنت وصلت إلى وجهتك سيدي؟ هل لديك أي أمنية أخرى؟ الرجال تتمنى، أما أنا لم أعد رجل. هذا تفكير سليم سيدي. ارفع من محركاتك المعنوية، قصدي املا من نفسك بنزين، قصدي. نقطة حلوة، لم أعد أحتاج إلى روحي. توقع على هذا سيدي؟ العقد رقمي والقسم داوي. أنت أنكرت رجولتك. صفر صفر. منذ فترة تمام يا فندم. أنا رجل كائن ذكري، يعني أنا منحاز وغير موضوعي. قد أحاول أن أبدو موضوعي ولكنها دائما ستظل مجرد محاولات. والإنسان هو الصورة المصغرة من الكمال، من المهندس الأعظم. لا داعي للدراما.
دراما؟ ماذا تعرف عن الدراما؟ تاريخ البشر والحضارات مجرد معلومات باردة. أحبها، أفتقدها، هل هذا يعني شيء بالنسبة إليك؟ بالطبع لا، إني أتحدث إلى جدار متحرك. تريد روحي، لك كلمتي، روحي ملك لك، أنا مستعد أن أموت. نحن نثق بكلمتك يا سيدي. إلى اللقاء. تف تف تف. ماذا به؟ لا شيء، لا يوجد شيء سيدي. شيء ولا شيء، شيء ولا شيء. الكود ثنائي، صفر وواحد، لقد عرفت السر. الكود هو رجل. شيء ولا شيء. قبول الاختلاف هو جوهر وحدانية كل الأشياء. مع إنكم روبوت، إني إلا إني أحبكم. سلام. سلام سلام. يا حرام الراجل سخن. ايه اللي وصله كده تفتكر؟ ما انت عارف هما بيبقوا عاملين ازاي قبل ما انت هتقول لي. طبعا عارف، احنا سوا هنا مع بعض. كل ما ارادتك زادت في بيع نفسك للنظام، كل ما ارادتك زادت على الارض. هل تتذكر برنامج علم الاعداد؟ صحيح ان البعض يقول انه علم زائف، لكني اجده مشوقا. نحن فقط نريد ان نعرف الكود وراء الاشياء. لماذا لديهم 10 صوابع؟ لما لا 9 او 11؟ لما عينين؟ لما فما واحد؟ ارقام محدده، شفرات سريه. ان الحروف الابجديه تتكون من 28 حرف، كل منها مستمد الى رقم محدد. يعني مثلا الف تساوي 1، ب تساوي 2، ت 3، وهكذا. 28 حرفا، 8 + 2 = 10. هذا كمالة الراتبية. اذا هذا هو معنى الابجدية. إذا حللنا كلمة محرمة والتي هي تتكون من 4 أحرف، ألف لام لام ه، أو 1 23 23 26، سنجد أن مجموع الكلمة المحرمة والذي هو يساوي 10 يساوي أيضا مجموع الحروف الأبجدية. هذا قد يعني شيئا، او قد يكون ايضا هرطقة. لكن الرقم 10 له ايضا خصائص اخرى، لان 10 + 0 = 1. 1 قد يرمز الى الوحدة او الوحدانية. الاله الواحد الاحد. الكود الثنائي متكون من 1 و0. الكمال والعدم، الشيء ولا شيء. انت ايضا كنت انزلت برنامج ديانات العالم. هذا شيء غريب، لم اظن اننا متمردين بهذا الشكل. سندفع ثمن هذه المعرفه. لا أعلم، أنا لا أستخدمه أبداً، أنا أستخدم دراجتي.
وماذا عن المسافات الطويلة؟ درجتي ذات محرك وبطارية قابلة للشحن. هل مر الأتوبيس الطائر؟ في الحقيقة لا أتذكر. لقد قررت أن أقلع اليوم عن التدخين خصيصا في هذه اللحظة. تفضلي. لا أريد. أنصحك أن تقلعي عن التدخين. أنا أؤمن بالقدر. قد ننام اليوم ولا نصحى غد. نعم هذا صحيح، ولكن لماذا لا ننام اليوم في ارتياح كي نصحى غد في صحة ونشاط؟ وجهات نظر، ممكن نتفق أن نختلف، ولكن لما قررت فجأة الإقلاع عن التدخين؟ رائحة الفم الكريهة للمدخنين، خوف من الموت. قريت إحصائية أن التدخين أفضل بكثير من التدخين السلبي. مش عارف، يمكن قررت الإقلاع عشان النهارده يوم تمجيد الأسلاف. تمام. ما من بشر آخر في هذه المنطقة. خايفة؟ خوف إنساني. أنا أسكن وحدي، ولكني لست وحيدا. نحن متصلين بكل طاقة حية في هذا الكون. أنا أيضا أسكن وحدي، ولكني أشعر بالوحدة. أفتقد أمي، عائلتي. هل لديك أصدقاء؟ ليس على هذا الكوكب. الجو جميل. نعم الجو جميل. هل أنت أنتظر شيء؟ لا أقصد هل أنت نباتية؟ عذرا ممكن أعزمك على عصير برتقال؟ أنا أسكن في هذا المبنى. لازم أزور جدتي. ما اسمك؟ أنا اسمي. انتظر، أريد أن تكون هذه اللحظة خاصة. نعم. ممكن أبقى صريح معك؟ تفضل. أنت جميلة جدا. وأنت؟ أيوة أنا عارف. أنا أفكر إذا أنا موجود. أنت فيلسوف. أنا أعشق دراسة الكائنات الصغيرة جدا، لطيفة جدا.